هلا وغلا. هلا يا هلا يا هلا. فقرة ما موالي ببرنامج الديوانية كل اثنين وترك. بشار كسر الباب وهو طالع. كل اثنين وترك فقرة ما موالي ببرنامج الديوانية من الثنتين للثلاث. حياك الله ويانا سادة نوال المهيني. شونك؟ ساعة المباركة. حياكم الله. شونكم؟ لابس أصفر اليوم فأنا استانست. صيد يسر الناظرين. يسر الناظرين الأصفر طبعا طبعا. شكرا على هالأطراء المبطن لأن أدري فيك خجول. ايوه زي قول زي. ان هذا حلو بس يلا حلو. شكرا شكرا فهمتك. ايش عندنا اليوم؟ اليوم ابي اسالك سؤال. اول شيء سأليني علي، مر عليك وقت حسيت انك متعلق بشيء؟ يعني متعلق بانسان، متعلق بذكرى؟ انا ما زلت متعلق. اوه للحين متعلق بتشعبط بالقادسيه؟ اي لا لا شفت شلون اي الحلقه لك لك ولأمثالك. حلو زين نبتدي اليوم. نبتدي اليوم. اليوم بنسولف عن أو بناخذ حالة التعلق، وليش الناس تتعلق، وشلون أعرف إن أنا متعلقة أو متعلق بشيء. هو مو شرط يكون شخص. لا. أي. أول شيء التعلق هو الارتباط. حلو. إن عندك ارتباط مع شيء. وعلى فكرة التعلق مو إدمان. أوكي. التعلق حالة ارتباط بإنسان، بمكان، بذكرى، بأطر، بماضي. يعني مرحلة. أكو ناس بمرحلة عمرية تكون متعلق فيها، وهذا التعلق يعطيك الشعور بالوناسة، بالأمان، بالرعاية. تحس إن أنت هذه اللحظات تحس إن أو هذا الشخص ما تبي تفارقه، وما عندك أي مشكلة إن ليل نهار مجابله. هذا يصير حتى في الحبيبة أول فترة الحب يحسون بحالة التعلق. عرفت شلون؟ فحالة التعلق تتطور في بعض الأحيان تصير مثل حالة المرضية، فتتطور سلبا. أيوة تتطور سلبا متى ما فقدنا الكنترول على تحريكها. يعني أنا هذه العلاقة أنا ما عندي مشكلة أن هي مرت بحياتي وأنا مستمتع فيها وأحبها، لكن هي ما تشغلني، ما تخليني أعصب على اللي غيري ضدي. يعني مثلا القساوية والسوري، يعني قولي خافطك جرس ولا شيء. لا 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 تحاتين، ماكو مقارنة بالقساوية العربية. زين رأي عبر عني قولي. فعد نص اليوم عرباوي. المهم فالمهم إن هذه العلاقة إن هي ما تخليك في حالة غضب إذا أحد ناقشك في الموضوع. تهاوش وممكن ان انت حارب معاه، لا ممكن انك تمد ايدك او تقطع علاقه. هذا اللي قاعد يصير يسمونه تعلق. اليهال اللي نشوفهم متعلقين بالمربيات. صحيح. الناني مالتهم الحين يسمونه ناني. بالضبط. المتعلقين في الناني مالتهم او المربيه مالتهم، فتصير هذه المربيه من يفتشون عيونهم ليه ما ينامون هذه لصيقه لهم، موجوده وياهم دائما، لصيقه لدرجه انهم ما ياكلون الا من ايدها. ولما تسافر يمرضون، يصير عندهم حالة من إنهم ما يبون يأكلون، صياح على طول ويتدودهون. تعلق الناس بالخدم اللي يشتغلون معهم. صح. ولاحظت إن إحنا بين فترة وفترة تطلع لنا ظاهرة، عرفت شو؟ فيصير عندك خلل. خلل الناس كلها تتحكى بنفس الموضوع. هذا نوع من أنواع التعلق. فالتعلق حالة من الارتباط، وهذا الارتباط يسوي لي حالة من الوناسة والأمان وينفعني. أوكي. عرفت شلون؟ فأنا أبتدي ألزق فيه وأقرب أقرب أقرب لدرجة أني ما أشوف غيره، ما ودي أحد يكون غيره. ومن أسباب دخول الغيرة في العلاقات حالة التعلق. تلاقي الوحدة متزوجة زوجها وشحليلهم وعلاقتهم زينة، بس الولد يحبه موايد ويسولفهم موايد، فعاد تبتدي تغار. فش تسوي؟ طلع عيوب الأم أو الأم يتزوج ولدها وهي وايد متعلقة في ولدها، فطلع عيوب المرأة الزوجة. علشان شنو؟ عشان تفك ارتباط طرف ثاني أو طرف ثاني أو ثالث دش بينهم بالعلاقة، فيسوي حالة التعلق. حتى بين الأصدقاء والصديقات يمكن نسمع هالسالفة، يمكن نسمعها بقصص أو مسلسلات أو شيء، إن بنت صديقتها بس صديقتها طلعت ويا رفيجتهم الثالثة. فتشوفين في مشكلة كبيرة تصير، وهذا السبب يعني يكون بالضبط. يصير إن أكو طرف ثالث دخل في الموضوع فسوى حالة من الغيرة والحمق
ومرات الحسد والحقد، لأن أكو طرف ثالث بسبب كله الارتباط المتلازم، يعني أن هذا الشخص يكون متلازم معي. مو بعض الأحيان نشوفهم علي تلاحظهم أنه يتحكون عن الماضي، الله وين كنا وش صار، يا ليتنا نرجع مثل قبل، ويا ليت وإحنا وكنا نسوي كذي. هم بس يفتقدون المرحلة العمرية اللي كانوا يعيشون فيها، لأن كانت مرحلة وناسة، هم بشبابهم عندهم سوالف، عندهم مناطق ذكريات، لكن كسافة كانت صح. حياة كسافة أصعب. لو تيجي تطالعها للحين تقول لا والله الحمد لله أني عايشة هالعيشة، لكن ارتباطهم في هذه المرحلة والتصاقهم في أي أحد يتحكى عن تطور حداثة، يتكلم عن تنمية، يا يعيبون يا ينتقدون يا يبتدون يقارنون وفق معايير هم حاطينها، هم حاطينها لأنهم متعلقين في الماضي، هم ما يبون يطلعون منه. وها وأي واحد ربطوا الموضوع في أني تعلقي في الماضي هو علاقة عن أصالة فيني، هو في الحقيقة مو أصالة، مو صحيح، لا لا، هو في الحقيقة هو أنا عندي رابط في هذا الماضي وأنا متمسك فيه، إنما الأصالة أصالة أنا الحين اللي أسويه يعتبر حق اللي المستقبل يعتبر أصالة، نفس صح. الشيء الماضي صح. وأصالة الحضارات اللي تقوم مصر واليمن هذه حضارات، هذه أصالة، عرفت شلون؟ فهو مختلف تماما عن الارتباط والتعلق. فهذا الموضوع ناس وايد ما تدري إيش كثر قاعدة تتأثر حياتها، وإيش كثر هم قاعدين يرسمون حياة كل عبالهم إن التعلق وفاء. هو هل ممكن أول شيء بس عشان نوضح، هل ممكن التعلق يكون شيء إيجابي؟ أي شلون؟ أتعلق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو التعلق الوحيد اللي إحنا نتعلق فيه، لأن الله عز وجل هو الدائم، هو اللي لا يتغير، عرفت شلون؟ وهو الأمان، وهو اللي يسهل لك، وهو اللي أنت مستفيد منه. يعني كل جوانب ارتباطنا بأي طرف من الأطراف يعتبر حالة من العلاقة الثابتة اللي ما تتغير، وكل ما قربنا حسينا بالأمان، كل ما قربنا مو التطرف أوكي. لا، الحب، الارتباط، إني أشوف الله قدام عيني. في نقطة بعد علي، الله عز وجل يأدبنا، ترى يأدبنا في ارتباطاتنا. شلون؟ يعني تلاقي تصير أحداث بحياتنا، يعني زوجة متعلقة برجلها تقوم وتقعد تتشرق فيه، يا هو اللي يأكل، يا هو اللي يسنع، يا هو اللي يعرف يخطط ويدبر، وهو كل سالفة تلاقي فيها عنوان اسم رجلها، هو طرف فيها، هو أي سالفة تسولف فيها لازم في طرف لزوجها بالسالفة، عرفت شلون؟ هذا نوع من أنواع التعلق، عرفت شلون؟ سبحان الله، الله يستخيره وتوفى بيوم وليلة على فراشه، حالة من التأدب، التأدب إن الله سبحانه وتعالى يأدبك عشان ترجع لإنسانيتك. لأن تدري شنو مشكلة التعلق علي؟ إنك مو حر، خلاص تفقد حريتك، تتقيد، أنت مربط، أنت عندك طرف ثاني تنتظر طالعة راضي زعلان، حتى الحكي اللي تتكلمه دائما يبتدي يصير الحكي اللي يرضيه، ما تقدر تنتقده، ما تقدر تقول له أنت أذيتني. فعشان كذي تلاقي الناس المتعلقة ناس عندها شعور داخل نهم ضعاف، نهم مساكين، هم شو يسوون بعد هذا؟ وهذا نشوفه في علاقات وايدة. خلني أقول لك سالفة صارت لي واستأذنت فيها ولدي. تفضلي. هي دامي استأذنتي وولدك تنيازون وإحنا نسمعها. أي والله. أنا عندي ولد واحد الله يحفظه وأربع بنات. ماشي؟ الله يحفظهم كلهم. يا مين وياك وعيالك. ولدي يعني كبر بسم الله عليه وله مميز، يعني ما هو ولد عادي صراحة، يعني لأنه ولدي طبعا ما يبي لحكي، لكن فعلا هو هادي رزين، يعني بسم الله عليه، وتخرج وضابط وشكل وطول وجمال وشيء عندي ما شاء الله، ولما أطالعه بشيء يدخل علي تبارك الرحمن ملك. فاكتشفت أن أنا متعلقة فيه، قلبي من يدخل علي أحس برقعة بقلبي، أحس أني أنا لا ها ما بيبعد وايد، وأنا بيتنا مربيتهم على أنهم أحرار، فكان عندي أنا بسرعة صدت أن أنا لا، أنا متعلقة فيه. فإيش سوي؟ أدركتي هالشيء بنفسك بالضبط.
فأدركت أني متعلقة في ولدي وهو كبير، لكن الدنيا ما تدري عنها، بيوم وليلة تغير أحوالنا. صحيح. فعالجت هذه النقطة. شلون؟ تبيني أقول لك إياها الحين ولا بعدين؟ لا بنحط أغنية حق رويشد بعدين. أي خلنا نسمع أغنية رويشد. حياكم الله ويانا بفقرة ما موالي ببرنامج الدوانية ويا الأستاذة نوال المهيني. توها تسولف لنا طبعا موضوعنا اليوم عن التعلق، التعلق بشكل عام، مو شرط يكون بأشخاص، ممكن يكون بظروف، ممكن يكون بزمن، ممكن يكون حتى بكيان مثل ما حاصل وياي ويا نادي القادسية. كانت تسولف لنا ما موالي عن أنها أدركت أنها متعلقة بولدها. اي أدركتي هذا الشيء؟ اي حسيت أني أني قمت أخاف أكثر من اللازم. قمت ليل نهار أفكر فيه، وايد أفكر فيه. يعني حتى قبل لا يتزوج، يعني هو كان ملازم أول شيء كذي. حسيت أنه لا، أنا زايق قلبي على ولدي وهو وحيد بعدين بلحظة الله يحفظه، يعني قلت لو الله سبحانه وتعالى استخار ولدي شو راح أسوي؟ الله يحفظه إن شاء الله، الله يحفظه ولا طولة عمر. بس هذا واقع، ها يصير وما يصير. يمكن أكون معها تقول الحمد لله والشكر، شلون تقول عن ولدها كذي؟ لا، أنا وصلت مرحلة أني موقنة في أن هذا الموجود ويصير. فإحنا نتعامل مع الفقدان كأن أمر يصير. صح. عرفت شو؟ مو ما يصير ولا أستبعده ولا أخاف منه. فبديت قبل، يعني ها أقعد وياه وأقعد بالساعات، يعني ساعة ساعة ونص نقعد نسولف نسولف نسولف، وأنا أعتبره مستشاري الله يحفظه، يعني فنقعد نسولف نسولف، يطلع اللي عنده وأنا أطلع اللي عندي، ونقعد ياخذنا الوقت لثنتين ثنتين ونص من الليل ما نحس بروحنا. بديت شوي شوي أوخر أنا من نفسي. قبل أديك كل يوم بديت أخلي كل يوم وترك. ما استنكر الموضوع هو؟ لا لا لا، هو لأنه مو حاسن أنا اللي متعلقة. أنا اللي أدري بني أنا متعلقة، وحتى ترى اليوم أول مرة أقول له عن هذا الموضوع لعشان أستأذنه في أني أقول السالفة. فقمت وأخلي التليفوني يوم وترك، بعدين لما كان يطلع ولا يروح أول أبي أعرف شو سويت، صار عليكم سوالف أمهات، يعني عرفت شون؟ الحين لا، أهدى بهدوء، ها بهدوء، بدون ما أفرض نفسي، وكله أنا مستودعت ربي وحفظ نفسك. دائما أقول هو بيد الله عز وجل، هو مو مالي، هو مو ملكي، هو ملك الله عز وجل. فأخليه، وكل ما كان بحرية ييني وأنا مرتاحة، بدل ما ييني وأنا قلقة، وينك فيه، وين رحت، ليش تأخرت، ساعة كم تدخل، ساعة كم كليت ولا ما كليته، هذا كله نوع صور من صور التعلق. فالحين لا، كليت عليك بالعافية، ما كليت ما أسئلة، ما كليت ما أسئلة. فشوي شوي بديت أخذ أني أقلل الاتصالات، إلين تعودت أنا أني مو كل يوم أسمع صوته. وصلت مرحلة الحين الله يحفظه، يمكن يومين وهو ساكن فوقي، يمكن يومين ثلاثة أيام ما أشوفه، ما تشوفينه وهو فوقي. عرفت شو؟ أدري أن اسم الله علي ما عليه إلا العافية، لكن أنا ما أصر أني أشوفه، ما أصر أنه ما ألبح، ما أحس أني أنا إذا مو موجود أخاف عليه، الصار عليه. لا، مع حوادث السيايير والطيارة اللي بالشوارع اللي مثل مساعد قاعد تكلمون من يدخلون، أقول ربي لك الحمد والشكر، بهدوء بيني وبين نفسي. هذا الشيء يخليني أتعامل معه. فكنت واعية أن أنا لا، ما بأزعله، لا الحين عادي أتناقش معه، أختلف معه. عرفت شلون؟ صارت عنده مساحة في أنه يختار يقعد الوقت اللي يبي، ينام وقت اللي يبي، يطلع مع اللي وقت اللي مع الناس اللي هو يبيهم، بدون ما أحس أنا بضغط أو بقلق على علاقتي معه. فالحين صارت سوية ومرتاحة الحمد لله، ربي يحفظها ويحفظ عيالنا كلهم إن شاء الله، يبارك لهم في أعمارهم. بس صارت العلاقة سوية، لا أضغط عليه ولا أحس أني أنا مرهقة في علاقتي فيه. بمجرد أنك أدركتي هذا الموضوع وعالجتي بعد إدراكك لأن تعلق. نعم، وهذه نقطة مهمة. طيب ليش الناس تتعلق؟ إيه وايد مهم. الناس تتعلق لأن عندها فراغ عاطفي. يعني شنو؟ تبي تحب، تبي الناس تحبها، تبي حد يلتفت عليها، تبي هي تكون مقبولة، تبي تمدح، فتلاقي تبي أحد يحس فيها بمشاكلها، بمشاعرها. وهذا الفراغ العاطفي مو مشروع إنه يكون عندي الفراغ العاطفي وأبي أحد يهتم. وايد مهم. كلنا عندنا الحاجة العاطفية، بس لما يصير فراغ عاطفي معناته شحاتت علاقة. أشحت العلاقة، عيني عليها إن هذه هي اللي أنا أبيها. عرفت شلون؟ هذه العلاقة هي الوحيدة اللي أحس
إن هذه العلاقة هي اللي تعرف لي، اللي ترضى عني، اللي تبيني. وايد مهم في علاقاتنا مع الآخرين في حالة الفراغ العاطفي إني ما أكون أرضى على ألمك حقي بس لأني أنا محتاجة عاطفتك. فتلاقي ممكن أكو علاقة زوجة وزوجة ويا زوجها يهينها أو يمد إيده عليها أو هي تغلط عليه بس لأنه يحبها. كم يخالف شو أسوي؟ أنا أحبها أو أنا أحبه، شو أسوي؟ ما بيفارقني، ما بيحاربني، فيتحمل الإهانة لأنه عنده فراغ عاطفي. بعد من الأشياء اللي تخلي الناس يصير عندها هذا التعلق فاضية، فراغ الوقت غير الفراغ العاطفي، عندي وقت كبير، هذا الوقت الكبير يخليني أفكر هذولا ايش سووا، هذولا ما يابوا، هذولا كلموني، لا الذكرى الفلانية، فأتعلم مع فاضية فش أسوي؟ أرجع للماضي أقول الله يا زمان قبل، الله يا قعدة البحر، الله الله يوم اللي كان شعري لهني، الله يوم اللي أمشي الدنيا كلها توقف لي، الله يوم أن أنا لما أنسف القطرة وأمشي شيء أذكر الأمجاد أمجادي أعيش بالماضي لأن أنا فاضي. فأبتدي أتعايش مع الفراغ، ما عندي شيء أسوي، فأبتدي أفكر. اهتمام الطرف الثاني فيني خليني أتعلق فيه. يعني لما ألاقي كل واحد إييني، مثلا ولدي ولا بنتي، هاي أمه شلونك، وش أخبارك، وش الدنيا فيك، وش مسوية، ويحب رأسي طالعة وانتي داخلة إيش رأيك، زوجي يسأل عني إيش أخبار، صديقتي أو أحد معاي في زمالة العمل. مو بس كذي، تدرين بعد منو الناس اللي يتعلقون؟ أصحاب المناصب والنفوذ، منصبه ونفوذه عطاه اهتمام الآخرين فيه واهتمام الناس فيه، فتلاقيهم يتعلقون في المنصب، يتعلقون في النفوذ هذا، وما يبون أحد لا يحرك كرسيهم ولا حد يدافعون عنه. ليش؟ لأن هذا المنصب وهذا المكان عطاء اهتمام، عطاء رعاية، عطاء شيء بونص زيادة. لما أتعود على وجوده فأبتدي أرتبط. وايد مهم أن أعرف من الناس التعلق في الناس اللي تعطيها إذن تسمع، يعني تسمع. يعني أكو ناس ما شاء الله لما أحد يسولف معاهم بسالفة بمشكلة تلاقيهم يسمعون ينصتون، فمع الوقت يتعلقون فيهم لأن هذول اللي يفهموني، هذول اللي يسمعوني. فش يصير عندي حالة من التعلق. دائما الناس المتعلقة، الحين أقول لك شلون أعرف أن أنا متعلقة، هذه نقطة وايد مهمة علي، غير أن عندي شحن عاطفي. شلون أعرف؟ بس بريك صغيرون بدون أغنية، بريك صغيرون ونعرف شلون نعرف الناس متعلقة. حق الواجب، حياكم الله. حياكم الله ويانا مرة ثانية بفقرة ماما والي ببرنامج الديوانية على مارينا اف ام. ماما والي، شلون أعرف أني متعلق بشخص ولا بكيان ولا بظرف، ولا شلون يبين وياي، ولا بجهاز؟ يعني يمكن انت من الشغلات اللي قلتيها الاطفال والاجهزه الالكترونيه الحين بعد. من الاشياء، نعطي امثله، من الاشياء اللي تخليني اعرف ان انا متعلق في الطرف الثاني اني اكون خايفه من فكره الفقدان. اوكي، يعني لما اني احس ان هذا بفقده يخرعني هذا الشعور، قلبي يرجع. مو بس شيء بسم الله بسم الله لا 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 أعوذ بالله من الشيطان، يعني هذا الشعور المتخوف من الفقدان. الشيء الثاني إني أدافع عنه بصورة مستميتة عشان لا أحد يحاول إنه يبعدني ولا أحد يحاول إنه هو حتى ينتقد. شوف اليهال الحين من كثر تعلقهم في الأجهزة، عرفت شون؟ تلاقيهم في حالة من ذوبان، يعني هم يأكلون محاسين وهم يأكلون، يسولفون وهم محاسين إنهم يسولفون. هذا التعلق اللي هم عاشوا فيه مع الأجهزة هم صار بينهم وبين هذا رابط، عرفت شون؟ لدرجة إن هم لو أحد يقول لهم وخر عنه يزعل. أنا تو حفيدتي داق علي تقول لي أنت قايلة حق ماما إن أنا ما رح أخذ موبايلك؟ إيه لولو، ماكو موبايل من اليوم وطالع، أوكي؟ موبايل ماما والي ماكو. فمنعوا إنك تمنعه، تحس إنه هو يتدوده. الشيء الثاني مو بس يتدوده،
ممكن ينزعج، فتلاقيه انه هو الحين اكو ناس يكافئون عيالهم اذا درست اعطيتك الموبايل هالكثر، اذا فهو صار كنا مكافئ فحولنا الارتباط، عرفت شو؟ طيب ليش ان الناس شلون اعرف ان انا مرتبط بهذا؟ اني ابلع الازمة، ابلع المشكلة، ابلع اتجاوز، ابلعه مو اتجاوز، ابلعه يعني هو داخلي ما عالجته، مو اتجاوز اني، لان التجاوز قد يكون مو مهم لكن في ضرر نفسي انا قاعد يصير عندي، ضرر فكري قاعد يصير، انا مجهدة. من الاشياء اللي تخرع في الـ في الـ في اني اعرف ان انا في حالة اني انا ما اكون سعيد الا معاه، انا لما يكون معاي الشخص اللي احبه او طايره مشعلله مشعلله، خلي يقول بمشي، ليش؟ ايش صاير؟ انا سويت شيء؟ انت زعلان علي؟ انت هذا الكلام اللي هو كله ارتباطات. فهني اعرف اني انا متعلق، هني يبين وياي، يبين ان انا لا انا متعلق، انا 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 لازم اوقف واخذ قرار الحين عاد علشان اتعامل مع هذا التعلق. وهذا الشيء يخوف طبعا لان له اثار. خلنا نقول تبي تعرف ايش من تخاف؟ انزين، ما سمعت ان اكو ناس من كثر تعلقهم بالفلوس والماده ويصير مثلا ازمه ماليه تيهم ازمات؟ ليش ما سمعت ان واحد او واحد حزت اللي ام ولا ابو فقدوا عيالهم، فقدوا النطق، ما يقدرون يتكلمون، منهم ما يقدرون يتحركون، الضغط، السكر، كلها لان هذه كلها امراض عضويه اثرها شعوري، سببها شعوري، سببها فكري، فانا قاعده تصير عندي اعراض صحيه داخليه قد تكون بسبب الارتباط. ايضا اي انسان متعلق باي طرف ثاني غير هو وغير الله عز وجل هو فاقد للحريه، لانه ما يقدر ياخذ قرارات، ما يقدر، كله يخاف انه ياخذ قرار ويفقد الشخص او الطرف او الشيء اللي هو عنده، او حتى يفقد احساسه بالقيمه. يعني الناس اللي يقولوا له ايش دعوه يبا احنا عيال اليوم، قال لا 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 خلوني على امس شحليلاتي. ليش؟ لأنه مرتبط الأمس عنده بالأصالة، فيبتدي يخاف أنه يفقد قيمة من قيم الحياة لما يتعامل بالخوف. منها الغيرة الشديدة، الغيرة مثل ما قلت لك، المرأة الأم على ولدها، الزوجة على ريلها، الوظيفة، الموظفات، الزملاء بين بعض. نعم نعم، أكو واحدة كنت أعرفها كانت مديرتها مسببت لها أزمة، تدخل تفتعل لها المشكلة، تأخرتي، مايتي، سويتي، وعلى ما ميش وهي قاعد تشتغل وتكرفه، فمرة من المرات فتواجهها وقالت لها أنا ما مني ملزومة أسنع هذا القسم ورتبه وتين تاخذينه زاهب مزهب. ارتباط وظيفي، عندها ارتباط بالوظيفة فقاعد يخرعها هذا الجانب. أيضا التشتيت، الناس اللي يكونون عندهم حالة ارتباط يكونون سرحانين ومنغمسين في اللي هم مرتبطين فيه، فتلاقيهم مشتتين، ذهول عندهم لما تحاكيه يقول ها والله ما سمحتك، والله انت ايش قاعد تقول عنه، صدق لحظه شنو كنت تقول، شارد دائما هو مشتت. يقعدون بالمدارس المعلمين يحكون بصوب وهم بعالم ثاني، ليش؟ لانهم مرتبطين ارتباط تام في شيء ثاني هم يحبونه. مرات تصير حدوث مشاكل مفاجئه، علاقة من أحسن ما يكون وسبحان الله صاروا فيهم، صار فتور، دخل أحد الأطراف في علاقة ثانية أو في ارتباط ثاني. في واحدة أنا أعرفها كانت مع علاقة مع صديقتها وكانوا على قولتهم خوات دنيا، قوموا وقعد سنين يا علي، سبحان الله الأخت الثانية واحدة من الأطراف ارتبطت مع مجموعة ثانية وشافت نفسها واستانست ولقت هذه الأجواء وايد مريحة، عجبتها إيه، فبدت تفل شوي من العلاقة اللي هم الانتماء الاثنتيناتهم اللي البلاب اللي شحليلاتهم. الطرف الثاني ما زال يعاني ويعاني ويعاني لأن عنده الإحساس إنه هو مفقد أو إنه هو الرفض أو إنه هو ليش تم نبذة. بالضبط، إحنا كلنا متغيرين،
علي إحنا كلنا متغيرين، أحداث الحياة كلها في لحظات تتفاجأ فيها، فإذا ما كنت مستعد بأنك تكون وسطي في علاقاتك سواء مع عيالك، مع زوجك، مع وظيفتك، مع حتى الماديات، إذا ما كنت وسط إذن أنت راح تفقد الكنترول على إدارة حياتك، وهني عاد هني تصير المشكلة. ممتاز. احنا بعد شوي بس بنحط لك عبد الحليم وشادية. الله عبد الحليم وشادية حلوها. وبعد شوي بناخذ خذ عندك. جزيرة أقرب فرع لبنك الخليج أو الموقع الإلكتروني e-gulfbank.com. ماما والي بالدوانية. حياكم الله بالجزء الأخير من فقرة ماما والي ببرنامج الدوانية اللي يجيكم كل اثنين وتركوية للأستاذة نوال المهيني. شنو بنقول لهم بخذ عندك؟ أول شيء لازم نعترف إن إحنا متعلقين. لازم أوكي. أكون أنا فعلا عارف إن أنا متعلقة. أدرك واعترف. إيه نعم. أوكي. وأعترف وإني أنا أبي أغير هذه الحالة. اثنين، خلنا نمسك الحالات القوية أول شيء. أوكي. التعلق بناس متوفية، يعني زوج متوفي أو زوجة متوفية، فنترس البيت بالصور والذكريات والسوالف، فنبتدي نقعد نتعامل معهم كأنه هو موجود معي، فيصير عندي حالة من الرابط. لو هو موجود كان ما حد سواه، لو هو قاعد كان ما قلتوا هالحكي، لو هي موجودة كان عرفت شلون. فالشعور دائما بالفقدان والإحساس بأن أنا مرتبط فأنا فاقد فأنا عندي مشكلة، فأبتدي أول شيء أقلل تدريجيا دائما في موضوع تدريجياً. الفقدان والارتباط، معالجة الارتباط لازم نعرف أنه كل العمل تدريجي تحت ألف خط، لأن الشيء المفاجئ متعب عرفت شلون. فأنا أبتدي أول شيء أغطي الصور شوي شوي، أشيلهم من وجهي، صورة صورتين ماكو مشكلة، لكن ما يعيش معاي داير مدايري، مكاني بصوري بتليفوني بموبايلي، الشاشة الخلفية على الواتساب على هذا، ما يصير أحط صورهم ليل نهار ليل عرفت شلون، وخصوصا إذا هذا يشعرني بالألم فهذا لازم أتصرف. بعض الأحيان لما يصير التعلق شديد وقاعد يسبب لي أزمة في الرفض، أني أنا مو مصدق، أني أنا ما أبي كذي، فيبتدي خليني أعصب حمقي، شخبار حمقي، أعصب حيل وأتنرفز حيل وحالة من ضيق خلقي ومكتئبة وليل نهار حكي في اللي ماتوا وهم ويا ليتهم ويانا وكذي، فلازم أروح حق استشاري يساعدني علشان أطلع من حالة الارتباط اللي أنا فيه والتعلق. أتكلم مع نفسي باحترام لأن عندي فراغ عاطفي، مردة اللي هو عدم تقدير ذاتنا، دائما إن إحنا نشوف نفسنا ما نقدر بدونهم، ما نقدر إذا ما، وهذا مو صحيح، هذا وهم فكرة، يعني أنا عندي فكرة تقول لي داخلي إن لا نوال من صدقك ما تعبرين تعيشين بدونهم، لا فكرة أني أنا ما أقدر ذاتي وأني أقدر أسوي وأقدر أغير وأقدر أني أفك هذا الارتباط، ومو معناته أنا سيء، مو معناته أنا مو وفي، مو معناته أنا مو مخلص، إنما أنا أرجع حق اتزاني، أنا كنت وايد متطرف أبي أرجع اتزاني. أنا بس بهذه الشغلة أبي أوقفك هني، أن أنا ما أدركت أني متعلق إنزين، ولا سمح الله صار الفقد، ما أدركت وصار الفقد وكنت متكل بشكل كلي على الطرف اللي أنا متعلق فيه. نعم. وصار الفقد هني فعلياً ممكن ما أقدر. إيه هو اللي هو الإنكار. أوكي. الإنكار نفسه هو اللي يخليك ما تقدر. عندك الشعور فعلياً ما. أكو ناس ما تقدر لأن ما عندها خبرة. بالضبط. عرفت شلون؟ كنت أعرف واحدة من الأخوات كانت دكتورة في الجامعة وتقول أنا كنت الخيط والمخيط مع زوجي، كل شيء سوي لي، ولا أعرف أسوي ولا شيء، لا أدير بيت ولا أدير عيال ولا أدير شيء، وسبحان الله الله استخاره مرض وتوفى. تقول فعلا حسيت أني أنا كني ببحر موية تشيل وفيني وتحط. تقول ليه ما قررت فعلا أني أخذ قرار في أني أفك الارتباط وأعيد ترتيب نفسي. علي كلنا نقدر نعيد ريستارت، نسوي لحياتنا من أول جديد مهما كان عمق الشيء أو ألمه أو صعوبته. في أمل نقدر طبعا. ما دمت عايش تقدر تدرب نفسك شوي شوي وتدريجيا تدريجيا ليه ما تحس أن أنت قوي وقدرت تتملك القرار، بعدها راح تكون حازم وتنفصل. طيب شنو بعد ممكن إنه يساعدني في إني أنا أتخلص أو أعالج التعلق؟ إني أشغل نفسي بشيء يسعدني، أبتدي أطالع هواياتي
وايد ناس تنسى هواياتها واللي كانت شاطرة فيه، قلبوا إن هي كبرت بالسن، قلبوا إن هي وين ويش كنتن. أكو سيدات كانوا يخيطون ويفصلون، أكو يرسمون، أكو ناس عندهم زر، أكو شيء يسوونه، أكو ناس يديرون حلقات من المعرفة وقراءات. نرجع نشغل نفسنا باللي ينفعنا. تدري بعد شنو المفروض يصير عندي عشان أفك التعلق؟ أبتدي أتعرف على ناس يدد. ممتاز. لازم أتعرف على ناس يدد، وها ناس إيجابيين حلوين مقعدهم حلو ونيس، أبتدي أنطلق معهم. هذا التعرف ما تنقول إن لأني أنا خسرت علاقة، لأن أنا تألمت من ارتباط أخاف من علاقات ثانية. طول ما احنا عايشين قاعدين نبني علاقات، بس اكو ناس احنا نكون بعاد عندنا، سبحان الله يصير اكو موقف يقربنا منهم فنكتشفهم. فخلونا نتعرف على علاقات ثانية. ايضا من الاشياء اللي تساعد على فك الارتباط او التعلق اني انا ارتبط في عمل تطوعي. العمل التطوعي. نعم، العمل التطوعي يقعد يساعدني في العطاء الغير منتظر مردودة شكليا. أيه. معنوي، انما هو مردود النفسي والفكري وايد ما تتخيلون. فانا ابتدي اتعامل مع العمل التطوعي، اشوف حد الفرق وابتدي لو ما حد ماكو ولا اروح اخذ لي تشيز واروح انظف لي مكان، اقعد ارتبه، ارتب بيتي، اسوي، اروح حق ناس محتاجه. اكو ناس يعني الله يحفظهم وين ماكو عزة يروحون كعمل تطوعي، يروحون يقعدون عندهم يواسونهم يفرحونهم، يقعدون قعدة حلوة وياهم، بس هذا لأنه يشعرهم بحالة من البلس داخلهم. أيضا أطلع أسافر، عندي خير، عندي إمكانية، أروح أنا وطرف ثاني، أروح بروحي، أعود نفسي علي ترى هذا مو غلط أني أروح السينما بروحي، أدرب نفسي أقعد في السينما وأدخل الفيلم بروحي، ترى هذا مو واحد الحمد لله والشكر مو صاحي ولا لا، هذا يحب انه يقعد مع نفسه. احط لي كتاب وقعد اقرا، اسافر سفر بروحي، اكتشف ديره بروحي، اسوي عندي امكانيه اتوكل على الله وانتقل واروح واسافر. كل هذا يساهم على انه هو يوجد لي حاله من معالجه اللي هو التعلق. بعد وايد مهم ان احنا نخلي بيننا وبين الناس مسافات. لا تيون كلكم، تي كلك علي، ما احنا ليش كنا حابينهم، ما ايه ليش نحلو وزين ومزوغ قلبي طريقه كلامها ولا لبسها تلاقيني الزق 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 لدرجه اني احس اني انا مرتبط فيه. لدرجه اني انا ما وخ لو ما اشوفه يوم احس اني انا كني فاقد شيء. لا، لازم نحط مسافات بيننا وبين عيالنا، بيننا وبين ازواجنا، بيننا وبين اصدقائنا، بيننا وبين اعمالنا. لما ارجع البيت ما لازم انقل شغل البيت لما شغل العمل للبيت، فيصير عندي استمرارية بالتعلق. ما يصير أمشي وأقول أوه أفكر شو إن عندي هالشغلة لو ما هالشغلة فأبتدي أرتبط. هذه الأشياء وايد مهمة لفك الارتباط. بعد إني أكون واعي علي، إني أفحص حالتي. والله كل واحد الحين فينا، كل واحدة أو واحد يسمعون لنا الحين، فحصوا نفسكم ومشاعركم. لكم أحد متعلقين فيه؟ عندكم شيء تحسون ان انتم ما بيفقده، ما بيروح عني؟ اذا عندكم هذا ابتدوا تعاملوا مع فك الارتباط، لان هذا نوع من انواع التعلق. مو الابتعاد عنهم، لكن لا لا لا، صنع مسافه معينه. ابدا، ولا تفكر في لحظه ان احنا ندعو للابتعاد. انما ندعو ان تكون انسان حر، انك وسطي في علاقاتك، انك تدري ان احنا كلنا متغيرين. فلما يصير الشخص يتغير علي اقول له ما تشوف شر، ما يشوف شر. اكو ناس لهم مطلق الحريه انهم يبتعدون ويقربون. احنا في حياتنا يا علي، طالع مسيره حياتك نقول ال 25 سنه، عرفت شلون؟ زينه زينه. ال 25 سنه اللي عشتهم، ايش كثر ناس دشوا بحياتك وايش كثر ناس طلعوا من حياتك، ايش كثر ناس عاشوا، ايش كثر ناس توفوا. لما تكون إنسان طبيعي تدرك أن هذه صورة من صور الحياة، قانون من قوانين الحياة. لكن لما تقول أخ يا ليتني ما صار كذي، ولا هذا عذبني، ولا هذا فراق ذبحني، عشان كذي يقولون الله يجبر مصاب الناس،
لأن الجبر اللي هو أنك ترجع تصير طبيعي ومتزن يعني متوسط في علاقاتك. هذا يمكن شويون الناس تحتاج فيها تمرين. في دقيقة. تجاهل بوعي الناس اللي أنت تحس أن أنت وايد مرتبط فيهم، يروحون مقعد لا تروح له. ليه ما تضبط نفسك؟ ليه ما تحس يعني اقصد مو دايم بس انه ليه ما تضبط إيه؟ انك توخر بقصد ان انا كل يوم ادق اليوم ماني ذاك، كل يوم اتواجد اليوم ماني موجود، الى ان احس ان انا صرت متزن وقادر. تقبل نفسك بكل شيء، تقبل نفسك ان انت كريم والله أوجدك حر، فلا تربط نفسك ولا تقيد روحك بالآخرين، واعرف أنك تقدر تكون كل يوم إنسان جديد، بس اعرف بالضبط شنو اللي ينقصك وشون تعالجه. قوات الله وكل الشكر لك على هالموضوع وعلى هال يمكن الأدوات المهمة أن الواحد يعرفها بموضوع التعلق. كل الشكر لك ماما والي السادة نوال المهيني. كل اثنين وترك راح تكون ويانا ماما والي وموضوع جديد، موضوع الناقشة بساعة كاملة ببرنامج الديوانية. كل اثنين وترك كنا وياكم اليوم، بشار كان وياي قبل شوية، الحين أنا علي خاجة، وغالية وفاطمة مشكورين، ورئيسة الفريق شعلة القراشي. نلقاكم على خير. مارينا أفهم 94.4